السلام عليكم ومرحبا بكم في أم الباقي اكزاكتومون في حي تقف صفحة ايموبيليوم الباقي مرة أخرى في عروض نهاية الأسبوع، العروض الحماسية والعروض الفخمة. اليوم جبنا لكم منزل R plus 2 بمساحة إجمالية تاع 300 متر مربع بدو فاصات بزاف ملاح بابنا مع دي زيكستونسيون تاع أكثر من 250 متر مربع. المنزل هذا راح نصيبوا فيه ثلاث مستويات، عندنا المستوى الأرضي خوتنا اللي راح نصيبوا فيه جراج تاع 27 متر مربع للواجهة الثانية مع أريير كور وأكسي سيكوندير للمنزل نتاعنا، عندنا صالون تاع الاستقبال مع كويزين راح تكون كلاسيك الونسيان ما شاء الله مع دو سانيتير بين التواليت ولا سال دو بان، عندنا دو بلاكار كبار وعندنا اكسي يطلع للمستويات العليا. دونك هذا المستوى الاول، المستوى الثاني ايضا راح نصيبه باجونسمون كلاسيك، يعني عندنا هندسه تاع اف 5 الاربع غرف بيناتهم واسعين ومشروحين خاوتنا، مع لو صالون تاع الاستقبال كامل راح يكونوا ايري وايكليري بيان سور لانه عندنا دو فاساد كوم اش خاوتنا. المستوى الثالث راح تلقاو فيه دو تيراس سيباري ما شاء الله، الفيزافي ايضا راح يكون منعدم مع دو شومبر بيناتهم ضاويين ومشروحين خوتنا. دونك ديتو معايا فكره خوتنا ابي بري حول هذا التحفه الفنيه. نتكلموا الان حول موقع هذا العقار، رانا في بلاصه فريمو ما تحتاجش مقدمات، رانا في حيته قفت مقابلين الطريق اللي طلع المقر اقامه الولايه، عندنا كما تكلمنا دو فاساد، هذه لا فاساد برينسيبال. المنزل تاعنا جاي مع اكستنسيون كبيره واجواء جد مريحه، عندنا محور دوران المدينه الجديده ولا رومبوان تاع نوفيل فيل ماكوماداس في هذا النقطة، أيضا عندنا مقر إذاعة أم الباقي بلاصة بزاف استراتيجية ما شاء الله من جهة الأمان ومن جهة الفخامة والرسمية سيرتو. خوتنا أحبابنا ما تنسوا الجام وتعليق شباب لهذا العرض العقاري. الآن راح نبداو نديكوفريو مع بعض هذا المنزل بداية من المدخل الرئيسي. أول حاجة راح تقابلنا هي هذا لو جاردان ما شاء الله ولا هذا الفناء، راح تصيبوه بمساحة 84 متر مربع، وين راح نصيبو لا فاساد برينسيبال تاعنا مع مدخل يدخلنا مباشرة على لا كويزين اللي جايه كلاسيك الونسيان ما شاء الله، اللي جايه بمساحه 24 متر مربع تقريبا، مع لاكسي اللي راح يدخلنا لي كولوار اللي كاينين قاعدين تروماركيو معايا في لاجونسمون كلاسيك، وين عندنا لا كويزين سيباري على لو سالون تاع الاستقبال اللي راح يكون فخم وشيك سيرتو. ليكليراج هنا راح يكون 10 سور 10 لانه عندنا دو فناتر ما شاء الله، عندنا ايضا لي سانيتير تاعنا وين راح تكون لا سال دو بان سيباري على لي تواليت تقريبا. لاجونسمون كلاسيك توجور يكون هكذا، لارشيتكتور تاع هذا الطابق بزاف مليحه لانه عندنا مدخل ثانوي راح نشوفوه لاحقا، عندنا ايضا ديباره كبيره من هذا الجهه مع كراج تاع 28 متر كاري، وعندنا ايضا لا دوزيام ديباره من هذا النقطه ما شاء الله. لاكسي الدوزيام اللي راح يدخل لهذا المستوى راهو مقابلنا خاوتنا، نشوفوا مع بعض الان لا دوزيام فاصاد اللي كاينه مع هذا المدخل الثانوي ما شاء الله، راح تكون انفينيا مع دوزيام ولا اريير كور اللي راح يدخلنا لنفس لو كولوار اللي راح يكون كونيكتي مع كامل لي بياس. فوالا فهمتوا معايا تقريبا لاجونسمون اون فارانا، جينا مع الاول من هذا النقطه خاوتنا وشفنا كامل لي بياس اللي عندنا من هذا الجهه. الان نطلعوا مع بعض نديكوفريو الطابق الاول على هذا الاسكالي اللي جايكم دو ميرو ما شاء الله، من احسن لي زيسكالي اللي تقدر تعملهم في منزل. دونك الطابق الاول راح نصيبوهكم اف 5 مع اكسي يطلع للمستويات العليا، اكيد كل هذا القطع راح تكون كونيكتي مع لو اول نتاعنا، عندنا دو شومبر في اخر الرواق. نبداو باول غرفه اكيد لا شومبر برينسيبال راح تصيبوها انفينيا ما شاء الله، الذوق الكلاسيكي الفخم راح يكون متاح هنا ايضا. هذا لا شومبر راح تصيبوها الطل من لا فاساد سيكوندير اللي راح تخلي الخصوصيه جد مرتفعه خوتنا. نكملوا مع بعض للغرفه الثانيه بنفس المساحه تقريبا، ايضا راح تكون تري بروبر وشيك خوتنا، عندنا دوزيام صالون في هذا الطابق راح يكون بلمسه معاصره وحلو بزاف خوتنا، روماركيو معايا شحال مشروح وايري سيرتو انه جاي كونيكتي مع هذا لو بالكون ما شاء الله. مازلت عندنا الان زوج غرف حبابنا، وحده منها اكتيف كوم سال دو سبور والاخرى كغرفه جلوس. لي دو شومبر اللي شفتوهم معانا الان راح يكونوا بلي بالكون، دونك مع هذا لي تواليت نكونوا ديكوفرينا كامل لي بياس اللي كاينين في هذا الطابق خوتنا. واش رايكم اللي حد الان؟ خليونا رايكم في التعليقات. الان ما بقى لنا غير نطلعوا مع بعض للطابق الاخير على هذا الاسكالي. للمعلومه فقط خوتنا، العقار هذا يحوز على عقد ملكيه ودفتر عقاري وشهاده مطابقه لهذا التصميم ولهذا التحفه الفنيه احبابنا. الطابق الثاني راح نلقاو فيه زوج غرف خوتنا، راح يكونوا بمساحات جد مناسبه، يعني روماركيو معايا عندنا ايضا تراس من هذا الجهه مع لي دو شومبر اللي كاينين، راح تلقاوهم
افيك بالكون دونك فهمتوا عليه قلت باللي المنزل هذا عنده تري بون ايراسيون واكليراج خاوتنا. نروحوا نشوفوا مع بعض التيراس الاولى اللي كاينه. ما شاء الله عندنا ديفو ما تحتاجش مقدمات ديفو على الشرق وعلى الغرب. عندنا الغرف اللي شفناهم كيما تكلمنا يخرجوا لهذا لا تيراس، يعني روماركيو معايا ما شاء الله. الان راح نروحوا لا دوزيام تيراس اللي كاينه، يعني شاك بياس هنا راح تنسيك في لا بياس اللي قبلها. دونك خاوتنا كانت هذه كل المعلومات اللي تخص هذا العرض العقاري. ابروفيتيو لوكازيون، ما تضيعوش هذه الفرصه. كانت معكم صفحه اي موبيليوم الباقي، الارقام راهي موجوده في وصف هذا الفيديو. اتهلاو في رواحكم خاوتنا، عطله اسبوع سعيده، نلتقي في قادم العقارات باذن الله. سلام.